سر عظيم يكشف في شهر شعبان، هل أنتم مستعدون للمفاجأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية، وصل على سيدنا محمد كنز العطايا، وصل على سيدنا محمد جميل السجايا، وصل على سيدنا محمد عظيم المزايا، من بالصلاة عليه تغفر الخطايا، وتوافى النعم وتندفع البلايا، وتحل الخيرات وتزول الرزايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد أحبائي في الله، لقد أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى عما سوف تحياه الأمة في هذا الواقع المعاصر، وما سيشهده العالم من أحداث عالمية مؤلمة، وكذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم بنصرة الله للإسلام والمسلمين، وبزوال هذه المحنة عن المسلمين بظهور المهدي وعيسى عليهما السلام. وهذا الأمل يجب أن يدفع العقلاء للعمل، فإن أملا بغير عمل هو أمل الجهلاء والسفهاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، الإخبار النبوي الفاصلة في الأحداث العالمية المقبلة لا يستطيع عاقل على وجه الأرض، فضل عن عالم، أن يجزم بشكل قاطع وفي وقت محدد بنهاية العالم بقيام الساعة. لا يعلم وقت قيام الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا من علم والغيب الذي استؤثر به الله جل وعلا وحده. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أمين وحي السماء جبريل عليه السلام سأل أمين أهل الأرض محمدا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومع ذلك فإن الله جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمارات الساعة وعلاماتها، بل وعلى كل الأحداث التي ستقع في الكون بين يدي الساعة. فتدبر معي، قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. صدق الله العظيم. وقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. صدق الله العظيم. فما من شيء وقع، وما من شيء قائم بيننا الآن، وما من حدث سيقع في السنوات المقبلة بين يدي الساعة، وإلا وقد أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فما تحياه الأمة الآن من واقع معاصر، وما سيشهده العالم من أحداث دامية مؤلمة في السنوات المقبلة، إلا وأخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، لقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم واقعنا المعاصر تجسيدا دقيقا. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر صب لتبعتموهم. قالوا، يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال، فمن؟ ونحن أحبتي في الله على موعد عظيم جدا وحدث عظيم يشهده العالم كله، وهو رفع الأعمال إلى الله في هذا الشهر العظيم. متى ترفع الأعمال؟ في شهر شعبان. ثبت في السنة النبوية أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في شهر شعبان،
وهذا يسمى رفع الأعمال السنوي. لم يثبت حديث نبوي أن رفع الأعمال إلى الله يكون في ليلة النصف من شعبان، وإنما الذي ورد أن الله تعالى يطلع على خلقه في هذه الليلة فيغفر للجميع إلا لمشرك ومشاحن. وما هو موعد رفع الأعمال إلى الله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في شهر شعبان، ولم يحدد ليلة النصف من شعبان أو أي يوم في الشهر، لكي يجتهد الناس في العبادة والطاعة، خاصة إنهم يستعدون لشهر رمضان. أن رفع الأعمال السنوي يكون في شعبان، ففي سنن النسائية عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولم تدل رواية في أي حديث نبوي على تخصيص رفع الأعمال بليلة النصف من شعبان، وإنما الذي ورد أن الله تعالى يطلع على خلقه في هذه الليلة فيغفر للجميع إلا لمشرك ومشاحن. فعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، رواه ابن ماجه وغيره. أما رفع الأعمال أسبوعيا فيكون في يومي الاثنين والخميس. رفع الأعمال سنويا ويكون في شهر شعبان هو أن الأعمال سواء كانت قولية أو فعلية تعرض على سبيل الإجمال في شهر شعبان، وهذا يسمى رفعا سنويا، بينما تعرض في يومي الاثنين والخميس على سبيل التفصيل ويسمى رفعا أسبوعيا، وكلاهما ورد في السنة. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي. أما عن رفع الأعمال اليومي، أن الرفع الأعمال اليومي يكون في صلاة الصبح وصلاة العصر، مستشهدا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وأوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الحديث السابق أن الملائكة تتناوب على حراسة البشر، فطائفة تحرسهم ليلا وطائفة أخرى تحرسهم نهارا، ثم تجتمع ملائكة النهار بملائكة الليل في وقتين: الأول في صلاة الفجر، حيث ينزل ملائكة النهار عند أول الصلاة، وما زال ملائكة الليل موجودين فيلتقون بهم، ويجتمع ملائكة الليل بملائكة النهار في صلاة العصر وهو الوقت الثاني، ثم تصعد ملائكة الليل بعد صلاة الفجر فيسألهم الرب عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ وهو في غنى عن سؤالهم هذا، لأنه عليم بهم، وإنما يسألهم عن ذلك في الملأ الأعلى، تنويها بشأن بني آدم وبيانا لفضلهم، وليباهي بهم الملائكة فيقولون: تركناهم وهم يصلون صلاة الصبح، وأتيناهم وهم يصلون صلاة العصر، فهم في صلاة دائمة. وكذلك يسأل عز وجل ملائكة النهار فيجيبون بمثل ما أجاب به ملائكة الليل. إن المحافظة على الصلاة من أهم الأمور للعبد، فكيف المحافظة على الصلاة؟ أولا، راقب أوقات الصلاة، استخدم ساعة توضح لك أوقات الصلاة أو تطبيقا على الجوال أو أي طريقة أخرى لتبقى مراقبا لأوقات الصلاة
أول بأول. ثانيا، انتظر الصلاة إلى الصلاة. إن السبب الأساسي لتأخير الصلاة هو الغفلة عن مواعيدها والالتهاء أوقات الصلوات، والحل المباشر لهذه المشكلة هو تعويد نفسك على انتظار الصلوات. هذا لا يعني بالتأكيد أن تبقى جالسا على السجادة بعد كل صلاة تنتظر الصلاة التالية، بل يعني أن تبقى منتبها طوال الوقت إلى كم من الوقت تبقى للأذان التالي، وأن تبقى متيقظا في كل لحظة إلى موقعك من اليوم ومن أوقات الصلوات الأخرى. حتى إذا اقترب وقت الأذان كنت على استعداد للصلاة قبل أن يؤذن المؤذن. ثالثا، استعد قبل الأذان، تسمع الأذان ثم تدعي إنك تريد فقط إكمال ما بدأت به من أعمال، ثم تنسى الصلاة واستمر ذلك لساعات قبل أن تتذكر الصلاة مرة أخرى. هل هذا أمر مألوف بالنسبة لك؟ إنه يتكرر كثيرا معنا جميعا، لذلك وجب أن تتجنب ذلك عن طريق الاستعداد قبل الأذان، بما أنك صرت تعرف أوقات الأذان وتنتظر الصلاة إلى الصلاة، فأنت تعرف متى يكون وقت الأذان القادم عندما يتبقى 5 دقائق لهذا الأذان. اترك كل ما في يديك واذهب لتهيئ نفسك للصلاة. توضأ ثم افرش سجادة الصلاة واجلس عليها لتستغفر أو تسبح أو تقرأ بعض الآيات لمدة 2 دقائق فقط قبل الأذان. هذه الدقائق 5 رغم قصرها إلا إنهما تعدك للصلاة وتجبرك على أدائها في وقتها، كما إنها تساعد في تصفية ذهنك لتكون أكثر خشعا في الصلاة. رابعا، اذهب للمسجد. الخطوة السابقة تفيد جدا، لكن إذا كنت رجلا فما رأيك بأدائها في المسجد بدلا من مكان العمل أو البيت؟ الصلاة في المسجد تعين على الالتزام، كما إنها تضاعف الأجر وتجمع المسلمين على ما يوحدهم ويذكرهم بخالقهم. حاول أن تلزم نفسك بصلاتين على الأقل في المسجد كل يوم. خامسا، وتعاونوا على البر والتقوى. مشكلة تأخير الصلاة هي مشكلة شائعة بين الناس والجميع يطمح إلى تجاوزها. تعاون مع صديق لك أو أخ أو زوج للتخلص منها. ذكروا بعضكم بالصلوات أو أعدوا جدولا للتقييم وتنافسوا بينكم. أيقظوا بعضكم على صلاة الفجر وابتكروا طرق خاصة لتحلوا بها هذه المشكلة. سادسا، الدعاء بأن يعينك الله مهما بذلت من الجهود للمحافظة على الصلاة على وقتها. تذكر أن هذا توفيق من الله يوفق له من يخلص نيته ويحسن التوجه إليه. فادع الله دائما بأن يعينك على أداء الصلوات في أوقاتها وأن يقبلها منك. وإن فضل المحافظة على الصلاة في وقتها، إن للصلاة فضلا عظيما، فهي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين ومن أعظم شعائر الدين، وأفضلها الصلاة على وقتها، مصداقا لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، فقال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فضل المحافظة على الصلاة في وقتها. وقد دل الحديث على أن الصلاة على وقتها أفضل الأعمال البدنية، ويشترط أداء الصلاة في أول وقتها لتكون أحب الأعمال إلى الله تعالى. ولذلك فإن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل من التراخي في أدائها، ويقدر بيان أن الله تعالى جعل لأداء الصلاة فضل عظيم، ولسيما إن كان على وقتها. ومن هذه الفضائل ما يأتي: أولا، نور للمسلم يوم القيامة، إضافة إلى أنها نور له في حياته الدنيا. ثانيا، محو الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام وتكفير السيئات، فبالصلاة يغفر الله تعالى ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تكفر ما قبلها من الذنوب. ثالثا، أفضل الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رابعا، يرفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده. خامسا، تدخل الصلاة المسلم الجنة برفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. عد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة رباطا في سبيل الله تعالى. سادسا، عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر من خرج إلى الصلاة بأجر الحاج المحرم. سابعا، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.
ثامنا يعد المسلم في صلاة حتى يرجع إذا تطهر وخرج إليها. تاسعا يعد المصلي في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. عاشرا تبقى الملائكة تصلي عليه حتى يفرغ من مصلاه. ومن مكفرات الذنوب أحبتي في الله، أولا الحرص على أداء الصلاة في وقتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح عد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الوضوء من مكفرات الذنوب العشرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الاستغفار من مكفرات الذنوب. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب الله عز وجل آيتان: ما أذنب عبد ذنبا فقرأها واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله تعالى له، ثم ذكر الآية السابقة. ومن الآيات الدالة على فضل الله عز وجل وتكرمه بغفران الذنوب وتكفير السيئات قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف صدقته. قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. ثم تلا قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. رابعا الصدقة من مكفرات الذنوب. أحيانا تخلص صاحبها من دخول النار إن كان من أهل الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري وغيره. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور والصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. خامسا الصيام من مكفرات الذنوب العشرة، سواء كان صوم من تطوع أو رمضان. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الأمر السادس هو التسامح والعفو من مكفرات الذنوب العشرة. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. والعفو والصفح سبب للتقوى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. والعفو والصفح من صفات المتقين. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الأمر السابع هو الحج من مكفرات الذنوب.
فروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الأمر الثامن من مكفرات الذنوب هو تفريج كربة عن مؤمن وعون الضعيف، لها أجر كبير عند الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به علمه لم يسرع به نسبه. الأمر التاسع من مكفرات الذنوب هو الصبر على الشدائد. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الأمر العاشر من مكفرات الذنوب هو كفالة اليتيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري. الأمر الحادي عشر من مكفرات الذنوب هو الوضوء. فعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. بر الوالدين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. الأمر الثاني عشر صلاة التسابيح من مكفرات الذنوب والمعاصي التي أرشدنا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء يرى أن صلاة التسابيح من الصلوات المستحبة، وينبغي للمسلم ألا يترك العام يمضي إلا ويؤدي صلاة التسابيح. وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل من رأى هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى، ونسألكم الدعاء بدار الغيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم من أعان على نشر هذا الفيديو، وأن يوسع رزقه، وأن يقضي دينه، وأن يعزه من الفقر، وأن يكفيه بحلاله عن حرامي، وأن يكفيه بفضله عن من سواه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في خير.